السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنديروا اول حصة من برنامج الاكسل. الاكسل هو واحد اللوجيسيال اللي كيساعدنا باش كنديروا مجموعة من العلاقات الريادية، سواء كانت في الجمع أو الطرح أو القسمة أو المجموع أو القيمة الدنيا القيمة القصوى إلى آخره. كيف ما كتشوفوا هذه اون فينيتر دو ميكو ديال الاكسل، دونك فوالا ندير واحد التقديم ديال هاد لا فينيتر هادي ديال الاكسل. اون هو كيف ما كتشوفوا عندنا كلاسور ا، حيت ملي كنحلوا حنا الاكسل دونك هذاك لا فينيتر اللي كتعطينا كنسميوها كلاسور، ماشي بحال الوورد و فوالا كنسميوه دوكيمون، باوربوينت كنسميوها بريزونطاسيون، مي الاكسل كنسميوه كلاسور. فوالا هذاك لو كلاسور كيتكون لينا من مجموعه ديال لي في، هو اون جينيرال في اول اوفرتور كيعطينا غير اون سول في، ولكن عندنا لا بوسيبيليتي الامكانيه باش نقدروا نزيدو دوطخ في. دونك بالنسبه لهذاك فوالا الكلاسور بار ديفو كيعطينا كيسميه كلاسور ان، ولكن حنا عندنا الحق نقدروا نسميو الاسم فوالا نبدلو ليه الاسم ديالو، نسميوه مثلا فاكتور، دونك نسميوه فاكتور نيميرو ان. فوالا هذا غير كوم ان اكزومبل تحت من لو نون ديال فوالا لو كلاسور. دونك فوالا عندنا واحد العناوين الرئيسيه كيتسموا لي مينو جينيرال، دونك هذوك العناوين الرئيسيه. الاول عنوان رئيسي كيتسمى فوالا فيشيي، فوالا فيشيي سيتادير ملف. هذاك فيشيي دونك كتكون فيه واحد لي سو مينو، واحد فوالا العناوين اللي فوالا اللي كتكون داخله فيه. كاين عندنا نوفو، الا مثلا بغينا نشوفو نوفو فوالا كلاسور، دونك نوفو في نوفيل في بليتو. دونك عندنا لوفرتور الا بغينا مثلا نحلو واحد فوالا واحد الكلاسور اللي ديجا حنا كنا خدمنا عليه وبغينا نحلو. دونك هنا عندي مثلا دي كلاسور اللي ديجا كنت خدام عليهم، وبيان دي في هما ديجا انريجستريين عندنا. عندنا دوطخ فوالا سو مينو داكور بيان سو تيتر كيتسمى انريجستري. دونك ملي كنسجلو حنايا هذوك كندخلو هذوك المعلومات كنديرو ليهم لا سيزي باش ما يضيعوش لينا، نعاود نرجعو ليهم مره اخرى كنديرو لهم لانجستروم يعني تحفيظ. هنا انريجستري سو، دونك انريجسترو يعني غنسجلو تحت واحد الاسم في واحد لو دوسيي. ليستوريك دونك فوالا ليستوريك دو انريجستري سو، هنا كيعطينا فوالا اون هو ديال لانجسترومون. دونك فوالا ليستوريك الا بغينا نشوفو مثلا لانجسترومون افيك لا دات افيك دونك فوالا سا ديبون شنو هو لو بوزوان ديالنا. دونك توجور فيشي عندنا لامبريسيون، دونك الا كنا مثلا بغينا هاد لو كلاسور اللي حنا ولا هاد لا فاكتور اللي درنا ليها لا سيزي بغينا نامبريميوها فوالا عندنا هاد لو موني امبريمي. دونك هذا ما غاديش يمكن لي نكليك عليه، حيت الا كليكيتي غادي يعطيني يطلب لي، دونك خاص يكون هذاك فوالا لو بي سي يكون ديجا فوالا برونشي افيك لامبريمونت. بارطاجي الا بغينا مثلا بارطاجيو هاد الكلاسور ديالنا ولا هاد لافي مع كيلكان، سواء عن طريق مثلا الواتساب و جو سي با افيك جيميل و اون لا فيرميتور اي بارامتر. دونك فوالا هادو سو سون دي سو مينو ديال لو مينو جينيرال فيشي و بيان دي سو تيتر. عندنا لو دوزيام مينو فوالا هذا لو برينسيبال سي لاكوي. فوالا هاد لا بريزونطاسيون ديال هاد لا فينيتر ديال فينيتر دو مايكروسوفت اكسل كنقدمها لكم من فوالا لا تابلت، بريسك ميم بريزونطاسيون، يعني ما كاينه كيلكو ديفيرونس ما بينها وما بين لو بي سي. قلت مايكروسوفت كنقصد مايكروسوفت سيتادير ملي تنكونو خدامين في البي سي، دونك اللوجيسيال تيكون ديال لا سوسيتي مايكروسوفت اللي كيكون عندها لوفيس سيتادير الوورد الاكسل الباوربوينت
et l'access. Mais d'abord, nous allons vous donner la présentation من فوالا لا تابلت يعني سيتادير الاندرويد لاكي كيكون عندنا فيه لا بريزونطاسيون ديال فوالا لا بريزونطاسيون سيتادير ديال لا ميز ان فورم ديال بوليس فوالا لو نون ديال ليكريتور لا تاي فوالا لو ستيل ديال ليكريتور لو غرا لو سولينيومون لو كولورياج اي انسي دو سويت On a aussi pour prendre d'accord le coloriage de l'arrière-plan, c'est-à-dire de l'encadrement, l'insertion de l'heure, voilà, et ainsi de suite, pour la date, le pourcentage, la fraction. Donc ça, c'est le menu général ou bien le grand titre, l'accueil. Troisième menu, c'est l'insertion. Donc voilà, on a l'insertion, c'est-à-dire pour insérer des tableaux, des images, des smart art, des graphiques, des liens. Donc, voilà les sous-titres. On va essayer, inchallah, dans chaque lesson ou dans chaque exercice, on va essayer de voilà un sous-menu comme ça, pour nous faire l'objectif de chaque sous-menu. On a quatrième, c'est le dessin pour dessiner. Donc, voilà, ça dépend. شنو عندنا حنا مثلا في هذاك ليكزرسيس ديالنا ولا هذاك لو تريتمون اللي باغي نديرو حنا ولا هذاك الكالكول هذاك لو تابلو قلنا دوتر موني قلنا داكور لا فورمول فوالا موني فورمول يعني بور شوازير دونك لي فورمول اللي غادي نحتاجو حنا مثلا في هذاك لي كالكول اللي غادي نحتاجو لي دوني و سي لا ميم شوز ريفيزيون اي افيشاج دونك فوالا تحت من هاد لا بار ديال العناوين الرئيسيه ستادير لا بار ديال لي موني جينيرال عندنا دو تخو بار دونك فوالا كتسمى لا بار دي فورمول مكتوبه فيها اف دو اكس وكاين عندنا هنا هاد لا زون فيد دونك هاديك لا زون فيد هي فين كنكتبو حنا مثلا شي حاجه جو سي با كو نامبورت باغ اكزومبل غادي ندير مثلا هنا سي لا دات الا كتشبه لكم بحال هكذا راه كتكتب في هذيك لا زون دونك هذيك لا زون فين تكتبات كتسمى بار دو فورمول دونك انا جو في سوبريمي هاد فوالا هاد لا دات هادي حتى لابري جو في بريزونتي اي هنا كيبان لكم ا بي سي دي او اف جي اش هادو واش كيتسماو سو سون دي كولون الاعمده الاعمده ديال هاد لافي ديال الاكسل هاد الاعمده هادو مقسمين عموديا دونك فوالا الاعمده ملي كنهضروا حنا على عمود سي تاتير كولون بيان سور سي فيرتيكال عموديا وهاد الاعمده هادو داكور مرقمين افيك لي زالفابي عاطينهم لي زالفابي ا بي سي دي يعني سو دو سويت وهنا كيبان لكم افقيا عندنا اسطر يعني بالفرنسيه عندنا سي تاتير دي لين دونك هاد لافي ديال الاكسل هادي عموديا مقسمة داكوغ دي كولون نيميروتي افيك دي زالفابي اي اوريزونتالمون سو سون دي لين نيميروتي افيك دي شيفر دونك هاد لي كولون اي لي لين التقاطع ديالهم اش كيعطينا كيعطينا دي سيلول دونك التقاطع ديالهم كيعطينا داكوغ دي سيلول فوالا مثلا غناخدو ان اكزومبل انا كليكيت هنا اش كتب لينا هادي لا كولون بي افيك لا لين 3 دونك هاد لا سيلول هادي اش كتسمى بي 3 يعني باش كنبغيو نسميو لا سيلول كنسميوها فوالا كنعطيو لو نون الاول ديال لا كولون وكنتبعوها باش بلا لين بي 3 باغ اكزومبل مثلا الا جينا هنا عندنا او 7 سيتادير لا كولون 7 avec la ligne la colonne E plutôt avec la ligne 7 مثلا مشينا هنا غادي ناخذو سي la colonne C avec la ligne 13 سي 13 et ainsi de suite donc voilà هذا مثلا هنا عندنا H 6 هادو سو سون دي سيلول سي لا زون دو لا سيزي بور ليكسل هذا هو المكان اللي غنديرو فيه حنايا داكور لانسيرسيون ديال لانسيرسيون ديال لي فورمول ديالنا غادي ناخذ في هاد لا بريزونطاسيون هادي وانا كيف ما كتشوفوا كتبان لكم لا في مثلا هاد لا في هادي نقدروا نشونجيو ليها لو نون ديالها غنديروها مثلا فوالا اف 1 دونك اون هو سميناها فاكتور 1 هنا غنجيو نديرو فوالا اف 1 فوالا
سي اف ا مثلا الا بغينا ناخذ دوتغ فاي غنجيو نكليكيو هنايا حتى في هاد لو سين بلوس دونك هاد اشاره زائد غنكليكيو عليها يعطينا مثلا اف 2 هاد اف 2 غنجيو حتى هي نكليكيو ان فوا تنكليكيو عليها انا بالنسبه لي هنا لا تابليت كنكليكي سولمون فوالا فوق لو نو اوتوماتيكمون تيعطيني لو شوا واش بغيت نشونجي ليها غينومي سادير نشونجي ليها لو نو ديالها او بيان لا كولور بغيت لون نعطيها شي لون او بيان دوبليكي يعني بغيت ناخذ هذيك لافي ناخذ منها اوتر كوبي ماسكي يعني فوالا نخبيها سادير ماسكيها ديبلاسي نحولها سوبريمي دونك نمسحها فوالا غنومي دونك نشونجيو لو نو ديالها مثلا هذه غنسميوها اف 2 فوالا سي اف 2 اوتر شوز دونك لا كولور مثلا غادي نكليكي عليه هنا ناخذ مثلا نختار مثلا اللون الاحمر سي لو روج الا كليكيت هنا غادي تعطيني فوالا توجور يبقى ديجا سينيالي لو روج في لو هو ديال لو نو ديال لا في غادي نمشي مثلا لا في 1 ناخذ لها واحد لا كولون لا كولور بليتو سي فوالا سي لو فير هي نسو دو سويت عندنا دوطخ شوز بوغ لو نون ديال لا فاي ديبليكي كيف ما قلنا مثلا غناخدو الا كليكينا عليها شفتو هي كانت عندنا اف ان ولا عندنا اف ان دوبلي فيها كاينه اف ان وكاينه اف ان اونتر بارونتيز دو ستادير ديبليكي هي كوبي يعني كان كوبي ولو كونتوني ديال لا فاي كامل هنايا تخوازيامون دونك فوالا او بيان كاتخيامون اون ماسكي ماسكي مثلا غنمشيو لهاديك اف دو اللي ديجا حنايا زدنا غنديرو ليها ماسكي دونك غادي نخبيوها فوالا عندنا افيشي دونك هذيك اللي درنا ليها ماسكي غادي نحاولوا نجبدوها فوالا سي واش ماسكي افيشي بلوتو سي اف 1 اللي هي الدوزيام ديالها وي بيان سور هي سي افيشي اوتر شوز دونك فوالا اون دي بلاسي دي بلاسي مثلا كنبغيو نحولوها من بلاصتها مثلا بغينا نبدلو اف 1 مع اف 2 اللي هي لا كوبي ديالها نشونجيو لومبلاسمون ديالهم يان سو دو سويت دوطخ شوز كاين عندنا لا سوبريسيون سوبريمي في مثلا ناخدو هديك اللي درنا ليها فوالا لا كوبي ديالها نديرو ليها لا سوبريسيون دونك فوالا سي سوبريمي فوالا هذا سي ان بريزونطاسيون ديال اون في داكور دو ليكسيل كيف ما نعاود نديرو بتيت ريفيزيون او هو كيف ما شفتو هنا كيكون عندنا لو نون ديال الكلاسور كنقولو كلاسور دونك فوالا لا فينيتر ديال ليكسيل فوالا كتسمى ان كلاسور وهذاك لو كلاسور كيتكون من اون او بيان بليزيور في دونك فوالا بليزيور في ستادير واحد لو نومبر سا ديبون لو بوزوان ديالنا في هاد فوالا لي زوبيراسيون د كالكول مثلا الا كنا مثلا حنا خدامين في المجال ديال المحاسبه دونك لو دومين دو لا كونتابيليتي فوالا غنديرو مثلا في دو كليون في فورنيسور في بنك في داكور تي في ا في لي اس في بيلون في سي بي سي فوالا سا ديبون شاك في غنعطيوها لو نون ديالها سي بور سا كنسميوه كلاسور يعني ملي كنقولو حنا كلاسور هذاك الكلاسور كيكون فيه مجموعة من الأوراق يعني مجموعة ديال لي في لو با ديال هذاك لو نون ديال لو كلاسور شنو كيكون عندنا كيكون عندنا واحد العناوين رئيسية هذوك العناوين الرئيسية كيكون فوالا سي لي موني جينيرال كنبداو بفيشي ستادير الملف هذاك لو فيشي كتكون فيه نوفو الا بغينا ناخدو نوفو كلاسور ستادير واحد الكلاسور لي جديد كاين عندنا لوفيرتور بغينا نحلو واحد لو كلاسور ديجا اونغوجيستري فوالا اونغوجيستري الا غنسجلو مثلا حنا ديجا عندنا واحد لو كلاسور حليناه و فوالا ديجا حلينا درنا فيه دي موديفيكاسيون غنعاودو نسجلو هدوك التعديلات لي موديفيكاسيون الجدادين انغوجيستري سو سيتادير يعني غن الله اول مره غادي نسجلو اولا ديجا مسجلينو في واحد لونو بغينا نشونجيو دونك غنديرو انغوجيستري سو واحد لونو يان سو دو سويت دونك فوالا هادو كيتسماو دي سو تيتر كاين عندنا لاكاي لانسيرسيون ديسان داكور فورمول دوني ريفيزيون دونك هاد العناوين هادو غنحاولو ان شاء الله نشوفوهم في فوالا الحصص المقبله لو با ديال هاد العناوين الرئيسيه هادو كاين عندنا واحد لاباغ
دونك فوالا فيها دو اف دو اكس القدام ديالها خاوي كتسمى بار دو فورمول. دونك هذيك لا بار دو فورمول فوالا لو رول ديالها تما فين كيكتكتب لينا داكشي اللي كنكتبو حنا في لا سيلول. شفتو هنا مثلا جو سي با كو غادي نكتب مثلا لو بري، الا شفتوها لو بري انا كتبتها هنا في لا سيلول، ولكن فين كتبان لينا؟ كتبان لينا هنا في لا بار دو فورمول. جو سي با كو مثلا غادي نجي نكتب هنايا فوالا 1 2 3 اللي كتشوفوا هنا كتكتب هي نفس دو سويت. دونك فوالا هادي اون بريزونطاسيون داكور دو مايكروسوفت اكسل. قبل ما نسالو غندير لكم بيتيت اكزومبل فوالا بور لو كالكول. مثلا غنجي ندير هنايا جون سي با، عندي هنايا عندي 12، هنا عندي جون سي با كو 3. دونك حنا عارفين بان 2 12 فوا 3 صافي سا نو دون 36. غنجي هنا ونشوفو الكالكول غنديروها. قبل ما غادي نكتبو هذيك الفورميل غناخدو ايغال ايغال اش ايغال هي 12 ضروري قبل بالنسبة لإكسل. هذه مسألة معروفة. قبل ما نديرو فوالا هذيك لوبيراسيون خصنا ضروري نديرو عملية تساوي، خصنا نديرو دونك إشارة تساوي بليطو. دونك هذيك إشارة تساوي ومن وراها نديرو العملية اللي بغينا، يا عملية زائد يا ناقص يا القسمة، دونك يا لا صوم يا القيمة الدنيا القيمة القصوى انسو دو سويت. دونك فوالا إيكال غادي نجي نكليكيو على لا سيلول اللي فيها داكوغ هذاك لو شيفر دوز اللي هي بي 5 ملتي. هنا غادي نختار مثلا لا ملتيبليكاسيون فوا اش فوا سي 5. سي 5 اللي هي اش. دونك جو في كونترولي ايغال 12 فوا دونك فهاديك لا باغ دو فورميل. بالنسبة للملتيبلي دونك انا غادي نحاول ناخدها من الكلافي وغادي نكليكي على سي 5. دونك هاد لا سيلول اللي هي دي 5 كتساوي لينا هي بي 5. بي 5 هي هو لو شيفر 12 و سي 5 اللي هي 3 هي 36. دونك نتاكدو كنكليكيو فاليدي هي اونتري ولا كناخدو هاد فوالا البوطون فيغ هنا كوشي. دونك هنا كليكي على اونتري دونك سا نضون 36. هادي سي لا ملتيبليكاسيون. هذا سي تاني اكزومبل. باغ اكزومبل مثلا غنجي ندير هنا جو سي با كو لاديسيون مثلا مجموع الدوزيام اكزومبل باش نتاكدو ايغال هي فوالا 12. غنجي هنا غادي نكليكي على فوالا لوبيراسيون الملتيبليكاسيون درناها. ناخدو دابا لاديسيون فوا اش. دونك هاد لا سيلول هادي اشنو كتساوي لينا؟ هي 12 الا زدنا عليها 3 غادي تعطينا 15. دونك بلس سي بي 5 بلس سي 5 ايغال 15. نتاكدو دونك فوالا هي عطاتنا 15. غادي نجيو مثلا هاد لا نكتبوها فين ما بغينا. مثلا نجيو هنا ونديرو دابا لا سوستراكسيون، نديرو عملية ناقص. دونك هاديك عملية ناقص غنجيو نديرو هنايا نديرو ايغال دائما كيف ما قلنا عملية تساوي هي الاولى ايغال. دونك غادي ناخدو 12 نختارو دونك اشارة ناقص من لو كلافيي ناقص. الى درنا 12 نقصو منها 3 غادي تعطينا هي 9. دونك 12 موان 3 سانو دون 9. وغادي نشوفو دابا واش غتعطينا ولا لا. بي 5 توجور هو كي ما كيسميش الارقام، كيسمي لي سيلول، ستادير هذيك لا سيلول اللي دخل فيها داك الرقم. بي 5 موان سي 5 فوالا سي 9. دونك هذا سي ان اكزومبل فاسيل. فوالا ان شاء الله في الحصص المقبله غادي ناخذ امثله داكور بيان ديتايي افيك لو نون ديال لو كولون افيك لا داس افيك لا ديزينياسيون افيك لي فورمول كوم سا باش يبان لينا الكالكول مزيان. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا دونك فهمتوا شنو هو الاكسل فوالا لا بريزونطاسيون ديالو. والى حصه مقبله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.